السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. المهم كما قلت لكم غادي نهود لدارنا دابا. يلاه كي وصلت انتما شوف، يلاه كي كتبدل المغرب. انا جايه دابا وكنسمع الاذان. المهم انا دابا غادي ندخل الدار، غادي داكشي اللي كان غادي نصاوبو شاركو معاكم. نسد الباب. انا وصلت. السلام عليكم، اخبار. انا غادي نوريكم مي. كما كتشوفوا راني وصلت لدارنا دابا وغنشارك معاكم كاع داكشي اللي غادي ندير. السلام عليكم، انا غنوريكم مي مسكينه. السلام عليكم، كي بقيتي؟ شوفوا ها نتوما، هذه يدها اللي طاحت عليها، شوفوا كي دايره. ها نتوما شوفوا كيف درتي الملزم. راه درت الملزم عاوتاني وراه حالتها تحرك صبعاني عاد شويه عاد شويه. المهم كما قلت لكم شوفوا اليد وخلاص اوطونسيون الحمد لله شويه. ايوا لاباس. 13/4. 13؟ ايوا لاباس، راه هبط الحمد لله. المهم انتم سمعتوا 13/4. المهم انا غنكمل معاكم. دخلت الكوزينه شوفوا شنو لقيت اختي كدير. المهم هذه صاحبة فحت هذا الطابط وهذا الشيء. ها انتم شوف المخمر. نعم ملاوي، هذا ملاوي مدور تبارك الله عليك، يعطيك الصحة. المهم هاد اختي هادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غيسهل عليا الله، غادي ندير ليها محلاب. ايوا غادي تموت على هاد الشيء هذا. ها انتم المحلاب البيض. كلشي حدا اللي بغى يجي يفطر، اللي بغى يدير كاسكروت تبارك الله. هادشي كيشهي. ها انتم شوف هي موجدة كور هنايا دايرين البوطة. يا اختي الاخرى كدير الحليب الما كيطيب، غادي دير اتاي. ايوا انتم لقمه دايره السكر واتاي وداك الشيء. المهم هما دوكا كاع سي كيوجدوا، انا اللي راني جيت معطله الصراحه هاد الله. ايوا اش كتعجبني دار امي، عندها الكوزينه ولا كور واسعين. انا غادي شنو واخا براسي في داري قوة الضيق، ما كاين حنا اللي ندير حتى حاجه في الكوزينه بدل الحق. ايوا هي دا تانتي تانتي كوزينتك. شي نهار نكون عند اختي ونوريكم كوزينتها صغيره. كانت خلات هي ما يدخلش معها وحده. ايوا هي انا عارفه، ما قلتها لهاش، ما قلتلهاش منين نجي عندك انا ما ندخلش كوزينتك، انت خرجي وانا ندخل. انا شويه كوم ماشي بحال كاع. ايوا المهم انا غادي نجلس ونمشي ندير لهم القهوه، قالوا لي ديري لنا قهوه. غنوريكم ادم مران تيلعب. شنو كدير؟ تلعب معاه كبيرات. شوفوا اش كيدير. ساليتي بعدا لي دوفوار وداك الشيء؟ ساليتيهم. هانتوما شوفوا راه حسن ديك الشعر، ها درنا له الرازي. هانتوما شوفوا كي جا، شوفوا الشعير جا زويون هكا، حسن داك الشعورات. ها ادم، ها ادم سلم على ماماك. كتحشم. هذا ادم ولد سميره. المهم سميرة صاحبتي اللي مشيت عندها العربية، هذا ولدها الصغير آدم. كيحشم مسكين، كتحشم. كي جاتك القراية مزيان؟ ها زوينة الإعدادية زوينة؟ إيوا مزيانة والله يوفقك. مشى باباك؟ صافي وصلك ومشى. إيوا مرحبا بك. وصلت للا حليمة. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. ها وماشي هادي، ماشي هادي تستاهل محلابه، تستاهل محلابه. ها تبارك الله والصلاه على النبي. هانتوما شوفوا كي ها شهوه كيحمق والله الا كيشهي كيشهي. تاي انا رديت القهوه في الترموس. ايوا صافي رديت لهم القهوه، شي فاش عاونتهم انا. دابا حطينا كاسكروت ديالنا. المهم غادي نشربوا اتاي، اللي بغى اتاي يشرب اتاي، اللي بغى قهوه. ها المليويات اللي صوبات اللي قلت لكم، الحريشه صوبتها منيه جارتنا والدرا. المهم هما جالسين، امها هي ناضت جالسه. المهم جارتنا بحال اختنا، المهم دائما معانا، اللي قلت لكم في الفيديو اللي فاش كانت امي مريضه وكانت معاها فاش كنا حنا في السعيديه، هي اللي كانت معاها.
ايوا اختي شنو ماشي راه والجار. شوفي الجار الجار رحمه، وماشي راه النبي صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار. وشكون اللي قرب لك مني كيسق توقع شي حاجه؟ الجار هو اول واحد كيسق. نهار اللي مات بابا ماشي نتوما اللي كنتو حدانا؟ احنا ايوا هاكا انت هضرتي انت قلتي الحقيقه. المهم دابا غادي نديرو كاسكروط، وحنا جالسين ومجموعين عند الوالده وصافي. المهم اخوتي كنشارك معكم اي حاجه، وقبلوا على اختكم وما كنخبي عليكم والو. والوالده ان شاء الله في الصباح غادي نديها للطبيب. المهم انتم معايا، داكشي اللي درتها غادي تتابعوا معايا الفيديو، وكاين ان شاء الله دائما الجديد ودائما المزيد. يلا ان شاء الله نديروا كاسكروت ونتلاقى انا وياكم. جالسين كنديروا الكوتي، انتم شوف راه داك غير البيل ديال التليفون تما، وهاد البيل هذا هو حدايا، وشعل البيل ديال تليفوني، شعلينا الضوء وحنا جالسين في الظلام. جالسين في الظلام انتم شوف الظلام الظلام. لا ما درتك شاي، قالك بيني في الغوص. الطوجة أخيرا، حنا جالسين تخاو علينا الضوء. هو بيشعر هو بيطفى هو بيشعر يا فتحة ما عطاك هلا وهلا هذه عائلة ناشطة وخضرها. ايوا ناشطين مع راسكم. ايوا نشطوا هو تانتيا شنو غنديو معانا؟ الله يفاجئك امين. فاش كنجي لدارنا كنبقى نسمع الهضرة وكنسمع لي ديالوغ. اما انا ملي كنكون في الدار كنكون بوحديتي، لا طير يطير ولا وحش يسير، كنكون بوحديتي. كنقول لهم هاد الاجواء كانت وحشه ديال الروينه والهضره، وهذا كيهضر كيهضر المعاودات. دابا امي راه كتعاود مع جارتنا، كتعاود لها الحجايات وداك الشيء ديال زمان. الراجل غيخطبوا له قالت لك وما في خباروش. ايوا شتي مزاليات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم راني كنشارك معكم لقطه بلقطه شويه بشويه، يعني كندير معكم داكشي اللي ما كنبغيش صراحه. هاد لما كرهتش نبقى جالسه خالية التليفون معكم، ولكن غادي يجيكم الفيديو طويل. المهم تكون شي حاجه كنهضر معكم فيها. صباح النور. كتعكس هاد الباب. صباح النور. المهم بدا الصباح وحنا نايلين بكري كما كتشوفوا. الجو بارد، الباح تحت الشتا. شو عينيا كي دايرين. يلا شربت جغمات القهوة وخارجين. المهم أنا دابا غادي يديا الوالدة للطبيب غاديين. يلا كي عبرت لها الطونسيون لقيتو عاوتاني طلع واحد الشوي الباح. دخلت قالت لي 13 4، دابا لقيت لها 15 5. المهم انا غادي دابا انا وياها وغادي ان شاء الله نشوف شنو كاين باش ما كان غادي نولي عاوتاني نقول لكم. المهم راه حنا وصلنا للطبيب. شكرا بارك الله فيك. المهم حنا طالعين، المهم حنا داخلين دابا.
ايوا يا خياتي دوزنا دخلنا عند الدكتور شافها. المهم قال لي عاوتاني عطاني واحد لي كومبريمي كتبهم لينا، قال لك هادو غتبقى تاكلهم عاوتاني لمده 10 ايام. ودابا غادي نمشي للدار ان شاء الله، ملي غادي تاكل الدواء غادي تفطر. هي فاش كنا جايين شربت واحد الكويس الحليب، قلت لها باش ما تمشيش يعني خاويه شي دوخ ولا شي حاجه. المهم سميتو غادي تمشي تاكل الدواء تبدا عاوتاني هاد حيت عطاني واحد عاوتاني حاجه اخرى. قال لي هذاك الاول اللي كلات صافي نيفيتيوه. رجعت للدار والمهم ارتحيت واحد شويه وغنهضر معاكم. المهم النوب الاولى كان كتب لينا واحد جوج انواع ديال الدواء، كنعطاها واحد جوج هما هادو. المهم انا تنخطف باش بلا ما نوريكم السميه. هادو كان عندها واحد كتاكل فيه حبه وحده، حتى هذا كانت عندك حبه. المهم بجوج بيهم الدواء ديال لانطونسيون قبل الفطور، وواحد الشوكات ديال الشريب باش كيعطيوها يمكن شويه هذوك بحال نقولوا مقويات. وكان عبروا ليها شحال عندها. المهم دينا له داك الشيء اللي الملخص ديال 10 ايام اللي قال لينا عبرناه ليها. حنا درنا اكثر، ولكن فاش وصلنا عطيناه داك الشيء دابا شاف الريزلت ديال التحاليل قال لي الحمد لله يعني ما كاين حتى حاجه. حاجه وحده اللي كاينه هي دقات القلب. دقات القلب عندها شويه متسرعين، وفي نفس الوقت التونسيو عندها ما كيقبضش البلاصه، يعني ما كيشدش واحد مثلا مره كيطلع مره تيهبط. دابا عندها طلع شويه عاود هذا النهار يعني تغير. فقال لي عاوتاني بدل ليها الشكالات، عاود عطاني جوج شكالات اخرين. هذا خاص بالقلب على حسب ديك الدقات، وهذا ديال التونسيون. دونك هذا عندها واحد قبل الفطور وهذا جوج في النهار. هادشي اللي قال لي، وقال لي استمري بالعبار. نعبر له عاوتاني قال لي ديري ماتان سواغ ماتان سواغ 10 ايام وعاود ولي جيبيها لي نشوفها. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا قلت لكم لان شاركت معاكم وقلت لكم يعني النتيجه ديال فين وصلت. ودابا نيت غادي نوض قبل ما تاكل، لان مشات شاربه غير كويس الحليب. قبل ما تاكل عاوتاني غادي نعبر ليها، لان غتبدا من دابا الدواء اللي عطاها. ما كليتيش هاد الدواء هاد النهار القديم؟ ايوا شربت فانيده، شربتي وحده؟ اذا غتشربي ديال القلب بعدا. هذا خليته لغدا ان شاء الله وبدايه، حيت خديتي بحده من هذاك القديم، وهذا القلب غتبدايه دابا. وغادي نعبر لك باش نقيد له من هذا النهار، نبداو حنا من هذا النهار التقياد. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا خوتي، غادي نعبر ليها دابا في الصباح وعاوتاني في العشيه نولي نعبر ليها باش نشوف لها شحال باش نقيد نقيد للطبيب داك الشيء اللي لقيت. شنو كتبوا الايام ديال الاسبوع والشهور بالعربيه؟ انا نشوف طبعه جديده ديال ديك العام ايام. هو عطاوه النشاط العلمي هو اللي طفروا لهم. بقيت هو يدرس الفوطه نزال 9 دراهم كما 10 دراهم معاك. هانتوما 10 دراهم همزه فين النشاط العلمي؟ راه عنده ورشه راهم كيهضروا هنايا على الادوات ديال الدراري. باقين مع الادوات، شري هذه جيب هذه. عطاهم غير كملتيش؟ عطاهم غير رخيص. شو ما عطاهم شي حاجه غاليه 33 و36 و28 و24 وعاش الملك مالكم عطاوكم عاش الملك. ايوا اختي راه معاونوكم دابا. شوفوا هانتوما قبيله كانت عندها 15 15 5 مني فاقت. دابا ها هي دي دابا جلست ارتاحت وداك الشيء ملي جينا ها 12 8 ها الدقه. شوفوا هانتوما هي دي دابا عندها 81 81 كانت قبيله عندها 97. دابا انا مني عبرت لها دابا هاد الشيء هذا غادي نقيدو للطبيب ديال الصباح، وعاوتاني في العشيه غادي نعاود ندير نفس العمليه ونقيد يعني تقريبا 10 ايام غادي نبقى هكا.
ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نقيد هادو اللي لقيت وعاود في العشيه نقيد الاخرين. المهم اخوتي دابا غادي نفطروا الفطير ديالنا حيت ما فطرناش شي. والمهم جينا مع ديك العشرة ونص هكاك دابا احنا عاد غادي نفطروا. وجدات اختي مسكينه الفطور لقينا موجدنا اللي كتب الله، كنا ان شاء الله غادي نفطر معكم وانت نتوما بصحتكم فطوركم. ايوا المهم انا كنشارك معكم اي حاجه. ايوا وكما العاده المهم جارتنا مسكينه حتى هي كتراها معانا، انا نوريكم حالتها. ماشي هذا لان صراحه هاد الله واحد الحاله مسكينه حتى هي راه قاصات بالمرض وشوفوا على نوريكم واحد الحاله ديالها حتى هي مسكينه غير دعيو معاها، محتاجه غير الدعوات. كتقول لك غير دعيو معايا ربي يفرج عليا باللي كاين. المهم تفاجئ ان شاء الله تولي لها يدها. انا نوريكم ها نتوما شوفوا مسكينه نتوما المرض فين وصلها. دابا مسكينه شوفوا اليد كي ولات لها راه ما كتقدش تهزها. دابا ضروري خصها نديرو دير هكا خديديه تحت منها باش تبقى مهزوزه ليدها. نتوما شوفوا الله يساعدها، خاص ضروري المساعده وما بقاتش كتحس بها كاع. وجاتها في اليمن وفي اليمن وعرفتي عيات بالطبيب وعيات عيات مسكينه ما نقول لكمش. من بعد العمليه هادشي وقع لها. ايوا الله يحفظ ويكتب السلامه والله ينزل الشفاء من عنده امين يا رب. كما وريتكم مسكينه يعني كتقاسم شحال هذه، ومني كان بابا الله يرحمه كانت كتكون جايه هكا من الطبيب مع حنا ساكنين لتحت وهي الفوق كان كيقول لها الله يرحمه جلسي ارتاحي ما عندك لاش تعذبي ارتحي راسك. وكانت تجلس حداه صراحه الله وكيتوانسوا وكتونسنا وراكم عارفين يعني الجيران راهم اكثر من العائله. وهادشي اللي كاين وصافي هنا غنقول لكم بالسلام عليكم لان باش ما يجيش الفيديو طويل. وانا شاركت معاكم وقبلوا عليا وصافي وهادشي اللي كاين. وكنشكركم بزاف وخليوا لي تعاليق وخليوا لي لايك للفيديو والبارطاج وشكرا لكم بزاف وصباحكم مبروك. حتى فيديو جاي ان شاء الله.